وصدقوني أسوأ شيء إن الهزيمة تلقي بظلالها على نجاحات حققناها. كان في كلام عن فترة التوقف ومين المستفيد فيها ومين الخسران. نطلع نشوف الفيديو اللي اتكلم فيه كابتن خالد الغندور وعندنا تعقيب مهم. أنا عايز أشكر برضو النادي الأهلي والله، يعني النادي الأهلي عمل لنا خدمة كبيرة جدا، خلى الزمالك مش هيلعب ماتش ام بي واستريح، وخلى بقى فرجاني ساسي ما كانش هيلعب ماتش الاهلي بقى، وخلى الزمالك بقى يعمل معسكر لمده شهر كده فتره اعداد، مشوا ما عملش فتره اعداد، وخلى بقى المدرب الاحمال يجي بقى يعمل فتره اعداده الحلوه بقى، والراجل جارسيا ده كان لسه جاي من اسبانيا وبتاع، يعمل فتره اعداد حلوه وكده، والزمالك يرجع زي الفل، وان شاء الله نكسب جينيريشن والدنيا تبقى زي الفل ان شاء الله، ولاعيبه المنتخب الاولمبي بقى بتوعنا كده يفوقوا في كاس الامم كده ويرجعوا لنا فايقين. كابتن خالد الغندور بيجيد رسم الاوهام في اعتقاده ان النادي الاهلي ادى فرصه لنادي الزمالك ان هو يستفيد من التوقف، ولكن احلام كابتن خالد الغندور تحطمت كلها في لحظه امبي متزيل الدوري ما قدر يحقق فوز مهم جدا على الزمالك، وكان واضح ان ميتشو كان الخاسر الاكبر من فتره التوقف. اعتقد النادي الاهلي قدر يشتغل في فتره التوقف صح، والزمالك دفع نتيجه عدم استفادته من فتره التوقف، وده كان واضح جدا. نقدر كمان نتكلم في حاجه مختلفه. انا عايز بس اكد على حاجه، انا الكابتن خالد غندور، يا كابتن خالد النهارده نادي انبي اللي كان متزايل الدوري اللي فاز على الزمالك بعد الايقاف 2-1 اتهزم من نادي بنها اللي بيلعب درجه ثالثه 2-1. ده كابتن خالد لو هتتكلم عن المستوى الفني والاستفاده، اعتقد النتيجه مش في صالح خالص نادي الزمالك، واحنا اللي بنشكرك ان انت وثقت في النادي الاهلي ان هو لما التوقف ده جه كان في صالحك، لان اعتقد انبي قبل التوقف ده كان مختلف تماما. اعتقد الكابتن حلمي طولان خد وقته مع الفريق، والكابتن حلمي طولان تحديدا امام الزمالك بيجيد جدا اللعب وبيحقق نتائج ايجابيه دايما مع الزمالك بالظبط، واحنا ضد اي تجاوز يتناول كابتن حلمي طولان. طبعا من الشخصيات المحترمه المخلصه في عملها واللي بتتحمل نتيجه ان هي مخلصه في عملها يعني، وده شيء غريب.